بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم، أما ثم بعد. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. بنتكلم دلوقتي عن تكوين البروتين أو السنترال دوجما عفوا، وده استكمال للفيديوهات السابقة. احنا شفنا تكوين البروتين كفيديو، النهارده بنتكلم عنه خطوات تفصيلية، وبنتكلم أيضا على السنترال دوجما اللي هو ساعات بيترجموها العقيدة الأساسية أو المركزية أو إلى آخره. طبعا هنشوف دلوقتي المقصود بها إيه يعني أثناء الشرح إن شاء الله. هنتفقنا الأول إن أي نشاط في الخلية ما هو إلا عبارة عن تكوين بروتين، زي ما احنا شفنا البروتينات بأنواعها بقى، إذا كانت حركية، نواقل عصبية إلى آخره، إنزيمات، هرمونات، كل ده عبارة عن بروتين. وبالتالي طالما بروتين هو صفة وراثية وموجود الشفرة الوراثية المسؤولة عن تكوين هذا الإنزيم أو الهرمون أو كذا أو كذا، اللي هو نوع من أنواع البروتين، موجود فين؟ على الدي إن إيه، زي ما شفنا في الجدول في المحاضرة السابقة. طيب، وشفنا الترجمة بتتم إزاي، وعرفنا إنها بيتم في السيتوبلازم في الريبوسوم، وده ليه فيديوهات موجودة على القناة. طيب، اما نيجي بنتكلم بقى على الخطوات بتاعة نقل الدي ان اي او الشفرة الوراثية، ازاي هنشوفنا ازاي بتترجم دلوقتي، ازاي هنشوف ازاي بتتنقل من الدي ان اي وتترجم. هو الحقيقة تكوين البروتين بيتم فين؟ بيتم في السيتوبلازم. طيب، هنا يبقى في مشكلة. ليه؟ لان الدي ان ايه ده موجود في النواه، الدي ان ايه موجود في النواه. طيب، وتصنيع البروتين هيتم في السيتوبلازم، ازاي نتغلب عن هذه المشكله؟ طب ايه المشكله في كده؟ المشكله ان الدي ان ايه لا يستطيع ان يغادر النواه، يبقى اذا لابد ان يكون موجود وسيله بننقل منها الشفره، من الدي ان ايه تتنقل الشفره من الدي ان ايه الى السيتوبلازم. ليه؟ عشان نصنع البروتين. الحقيقه تصنيع البروتين ده بيتم على اللي هو من دي ان ايه للبروتين، خلاص. وهو عشان كده سموها السنترال دوجما، لان العقيده الاساسيه او الشفره الاساسيه او ايا كانت الترجمه بتاعتها، لان كل حياه النبات بتعتمد على الموضوع ده اللي هو تكوين البروتين ايا كان نوعه بقى. الجزء الاول من تكوين البروتين بيبقى عباره عن عمليه نسخ. ايه بقى حكايه النسخ دي؟ عمليه النسخ دي لازم نفهم انها بتحصل داخل النواه، ادي واحد حيث يوجد الدي ان ايه. طيب، ايه بقى اللي بيتنسخ؟ اللي بيتنسخ، بصوا كده مع نبص كده مع بعض، بيتنسخ ايه؟ بيتنسخ يا جماعه الخير جزء، نسخ جزء من احد الخيطين اللي هو بيحمل الشفره المطلوبه. بيتنسخ لمين؟ بيتنسخ الى الحمض النووي الريبوزي المرسال اللي هو الماسنجر ار ان ايه اللي هو ده. طب وش معنى؟ لان الماسنجر ار ان ايه او المرسال ده هو اللي ليه قدره على مغادره النواه ويروح للسيتوبلازم. يبقى اول خطوه بتتنسخ الشفره المطلوبه اللي هو جزء من دي ان ايه، يتنقل على الماسنجر ار ان ايه، وهو ده بقى اللي يروح للسيتوبلازم يسيب النواه ويخرج عشان تتم ترجمته. ده اللي احنا شفناه ازاي بيترجم، اللي هي ترجمه الشفره احنا شفناها في المحاضره السابقه. طيب، هذا يبقى ده اول نوع من انواع الاحماض الار ان ايه، ده المرسال، خلاص. بيتم ترجمة الشفرة دي، يعني ايه؟ يعني تحويل الشفرة من شفرة تتحول الى الاحماض الامينية، وده اللي شفناه في المحاضرة السابقة. ثم يتم تجميعها. يبقى هنا بيتم خطوتين، الترجمة دي بتحصل ترجمة ثم يتم تجميع الاحماض الامينية في سلاسل مربوطة بروابط ببتيدية عشان تكون لي البروتين المطلوب. واللي خطوتين دول اللي هم الترجمة والتجميع ده بيتم بمساعدة الريبوسوم والحمض النووي الريبوزي اللي هو النوع الثاني اللي موجود في الريبوسوم، ثم بمساعدة مين تاني؟ الحمض النووي الثالث اللي هو التي ار ان اي. يبقى في ثلاثة ار ان اي، ده المرسال اللي بيتكون داخل النواة ويخرج، اما الريبوسومي ده موجود مع الريبوسوم، والتي ار ان اي موجود في السيتوبلازم اللي هو بينقل الاحماض الامينية زي ما هنشوف دلوقتي اهو. الدي ان ايه ده يا جماعه الخير اللي هو ده موجود في النواه، شريط الدي ان ايه ده
ده موجود في النواه اللي هما الاثنين دول. الشفره اللي احنا عايزينها اللي هي عباره عن جزء معين اللي هو الجزء ده مثلا اهو من الدي ان ايه. طب واللي تحت؟ لا هو ده اللي احنا بنقصده اهو، ده واحد منهم بس هو اللي بينسخ مش الاثنين. الدي ان ايه بتاعنا اهو طويل جدا بالشكل ده، جين ورا جين ورا جين ورا جين. فلنفرض ان احنا عايزين الحته دي بس اهي، الحته دي اللي احنا محتاجينها. ده الجين المطلوب عن تركيب بروتين معين. اهو عشان كده بنكبره هنا اهو، فدي الحته المطلوبه اللي هي الشفره دي. طيب الشفره دي تعمل نسخه ثانيه منها، بس هنلاحظ ايه؟ ده ام ار ان اي. الار ان اي لا يحمل ايه؟ هنشوف حالا دلوقتي. المفروض الادينين ده اهو بيرتبط مع مين؟ مع الثيامين، ولكن الار ان اي ما فيهوش ثيامين، امال في البديل بتاعه اللي هو مين؟ اليوراسيل. وهكذا نيجي هنا للسي، ادي الجين مكمله ليها، السي اللي هو السيتوسين او السيستوسين، الجوانين سيستوسين جوانين، ادينين يوراسيل ادينين يوراسيل، وهكذا اهو ادينين تاني يوراسيل وهكذا. يبقى عمل الشفره المكمله للشفره دي، ادي شفره ادي شفره وهكذا. خلاص طيب ده المرسال بيخرج من النواه، دي عمليه النسخ، يبقى عباره عن عمل الماسنجر نقل الشفره من الدي ان اي القالب الى المرسال، دي النسخ. يخرج بره النواه عشان يروح للسيتوبلازم، فهيلاقي مين؟ هيلاقي الريبوسومات بطريقه معينه، ودي موجوده في فيديو تاني. لكن اللي يهمني هنا ان الشفره الثلاثيه دي بقى بتترجم وفقا للجدول بتاع المحاضره السابقه الى الثلاثه دول يقابلوا مثلا تريبتوفان، الثلاثه دول الفينايل الانين، الثلاثه دول الجلايسين، الثلاثه دول السيرين، ادي الاحماض الامينيه، وتتربط مع بعض بروابط بيبتيديه، وتبقى دي الاحماض الامينيه اللي هي بتكون ايه؟ عباره عن سلسله عديد البيبتيدات اللي هي دي، او الاحماض الامينيه المقابله للشفرات الثلاثيه اللي هنا، دي بيسموها ترجمه. وبكده بتبقى سلسله عديد البيبتيد دي اللي هي البروتين اللي موجود، وبكده بيكون صنعنا البروتين الموجود المطلوب مننا ايا كان نوع هذا البروتين. طيب وهنتوقف عند هذا القدر، وان كنت وفقت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واترككم في رعايه الله وامان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.